مغثة شلونك؟ أنا كافي. طلبوا المتابعين الغالين تدريب سكيت أول يوم، تعليم سياقة أول يوم. اشرح لنا هسه شلون تمشي من أول يوم أول خطوة حبيبي. من الحزام فوق. إيه. الدنقيج. زين شنو فائدة الدنقيج؟ على مود التركيز على مود تراجع على بيدك. عمود لا يفقد سيطرة أو توازن. عافية. ورجليك؟ إيه. رجليك شو تسويهن؟ ميلان للأمام. شلون تميلهن؟ واريني خلي يشوفون. عاشتيتك بهاي الوضعية الغالين تقدر تمشي هاي كبداية من الحزام وفوق مثل ما قال مغثة، تنزل للأمام، نزلي شوية، هاي وحدة. اثنين رجليك بهن ميلان، المشي راح يكون امشي هسه امشي لنا. هلا بنور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي مشيتك من أول يوم، هاي المشية تدريب من أول يوم بهاي الصورة. من راح توقع أوقع لي إيديك تكون بهاي الصورة، هاي الغاية منها من نقول لك ميل نفسك للأمام، هذا تحمي نفسك وتحمي وجهك من أي وقعة. شلون تقوم؟ تقوم بهاي الوضعية الغالي من توقع. اختر وارجع لي مرة ثانية. هسه تقدم عليه هم من مبتدئ. هاي مشيتك الغالي. هاي الوضعية، أبو رفع ترفع رجلك قليل. ترفع رجلك هاي الوضعية. هذا شرحنا إليك وإحنا بخدمتكم يا الغالي، واعذرونا عن التأخير. أشكرك مغثة حبيبي.